السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم اعزائي المشاهدين، اعزائي الطلاب في حلقه جديده من برنامج المدرسه النموذجيه. ومع سلسله حلقات الرياضيات وماده التفاضل. مرحبا بكم من جديد. في حلقتنا لهذا اليوم وفي درسنا ما زلنا نتواصل معكم حول دراسه تغيرات الداله. ولكن في هذه الحلقة سنقوم بدراسة تغير الدوال أو الدال الكسرية، وهناك في يوجد اختلاف بسيط، ستكون هناك في خطوة إضافية وهي خطوة مستقيمات التقارب، بالنسبة لمستقيمات التقارب آه، توجد ثلاثة أنواع من مستقيمات التقارب، مستقيمات تقارب رأسية وأفقية ومائلة، مستقيمات التقارب الرأسية نحصل عليها من أصفار المقام. أما مستقيمات التقارب الرأسية الأفقية والمائلة نحصل عليها عندما نقوم بدراسة نهاية الدالة عندما سين تقترب من ما لا نهاية مرة أخرى مستقيمات التقارب الرأسية نحصل عليها من أصفار المقام أما مستقيمات التقارب الأفقية والمائلة نحصل عليها عندما نقوم بدراسة نهاية الدالة الكسرية عندما سين تقترب من موجب أو سالب ما لا نهاية وفي هذه الحالة سنجد ان الدالة لن يكون لها مستقيم تقارب افقي ومائل في آن واحد. لماذا؟ لأنه إذا كانت درجة س في البسط تساوي درجة س في المقام يكون للدالة مستقيم تقارب افقي وهذا المستقيم نحصل عليه من خلال الحصول على معامل س او قسمة معامل س في البسط على معامل س في المقام. قلنا مستقيم التقارب المائل والأفقي لا يلتقيان، يعني لا يمكن أن تكون أن توجد دالة كسرية يوجد لها مستقيم تقارب أفقي ومائل في آن واحد، والسبب أن هذه الدالة الكسرية إما سيكون فيها درجة س في البسط تساوي درجة س في المقام، وفي هذه الحالة يوجد مستقيم تقارب أفقي نحصل عليه من خلال قسمة معامل سين في البسط على معامل سين في المقام، أو ايضا قد يكون لها مستقيم تقارب افقي معادلته ص تساوي صفر. وهذه الحاله ستكون اذا كانت درجه س في البسط اصغر اصغر من درجه س في المقام. اما اذا كانت درجه س في البسط اكبر من درجه س في المقام في هذه الحاله يكون للداله مستقيم تقارب مائل. الان نقوم بدراسه تغيرات الداله الخطوه الاولى نوجد مجموعه تعريف الدالة وكما تعلمون من دراستكم لمجموعة التعريف في الصف الثاني الثانوي أن الدوال الكسرية مجموعة تعريفها حاء ما عدا أصفار المقام وهنا قيم س التي تجعل المقام يساوي صفر هي س اثنين لأن اثنين أس اثنين أربعة وبالتالي أربعة ناقص أربعة صفر وأيضا س تساوي سالب اثنين لأن سالب اثنين أس أربعة أيضا يساوي أربعة إذا مجموعة تعريف الدالة كل الأعداد الحقيقية ما عدا موجب وسالب اثنين. الآن هذه القيم هنا الآن سنقوم في نفس الخطوة رقم واحد سنقوم بإيجاد أو بدراسة مستقيمات التقارب. هذه الخطوة تعتبر عوضًا عن خطوة الفروع اللانهائية التي كنا نقوم بها في حالة الدوال الحدودية كما رأينا في الحلقة الماضية. الآن سنقوم بدراسة نهاية الدالة عندما سين تقترب من أصفار المقام أولا فنبدأ بسالب اثنين أصفار المقام هي سالب موجب اثنين الآن عندما سين تقترب من سالب اثنين هذه الإشارة أعلى الرقم سالب اثنين تعني عندما سين تقترب من سالب اثنين من ناحية اليسار يعني هذا هو المحور السيني وهذا المحور الصادي هنا سيكون لديك مستقيم تقارب رأسي يقطع المحور السيني عند النقطه سالب اثنين الان ايش المطلوب او ما المطلوب من هذه الخطوه المطلوب معرفه انه كلما اقتربت قيم سين ناحيه الرقم سالب اثنين او ناحيه مستقيمة التقارب الراسي من اليسار ومن اليمين الى اين سيتجه منحنى الداله هذا الهدف من هذه الخطوه هي خطوه مهمه تساعدك في الرسم لذلك ايش العمل اللي انت ستقوم به الان عندما س تقترب ناحية سالب 2 من اليسار عد إلى الدالة الأصلية واختر أي عدد قبل سالب 2 ويستحسن يفضل أن يكون هذا العدد قريبا جدا من الرقم سالب 2 يعني كل ما كان كسر كل ما كان أفضل طبعا الموضوع مش صعب ولكن قد يقول بعض الطلاب أنه صعب يعني أنا مثلا سأخذ الآن من يسار السالب 2 سنقول أنه سالب 2 واحد من عشرة لاحظ هنا هذا المحور الصادي هنا يوجد سالب واحد سالب اثنين سالب اثنين واحد من عشرة يعني خذ عدد بعد الرقم هذا بجزء من عشرة الآن عملية التعويض خذ هذا القيمة وعد إلى الدالة وعوض طبعا البعض من الطلاب سيقول أن سالب اثنين واحد من عشرة يعني على بال أنا معوض وأقوم بالعملية الحسابية سيأخذ مني وقت ولأنه كسر عشري لن أحصل على جواب دقيق والعملية صعبة إلى آخره لكن الموضوع له علاقه بعمليات تقنيه سهله جدا، لو عرفناها سيكون الموضوع بسيط، لاحظ معي هذه الداله الكسريه اولا بسطها عباره عن 2 س تربيع زائد ثلاثه فانت الان لو عوضت عن س باي قيمه مهما كانت مهما كانت كسر عشري عدد صحيح بسبب التربيع سيصبح موجبا وبالتالي البسط سيكون كميه موجبه. الهدف من عملية التعويض هو معرفة إشارة الدالة يعني ليس بالضرورة الجواب، الجواب مش مهم لكن يعني أنت هدفك من عملية التعويض هو معرفة إشارة الدالة كي تحكم على المنحنى أنه سيتجه إلى سالب ما لا نهاية أو إلى موجب ما لا نهاية بالنسبة لصاد، فهنا إذا أخذنا كما قلت الرقم سالب اثنين واحد من عشرة إذا قمت بالتعويض عن هذه القيمة في البسط سيكون الجواب موجبا لأن سالب 2 واحد من عشرة الكل تربيع سيكون كمية موجبة مضروبا في اثنين ومضافا له موجب ثلاثة لكن لو قمنا بالتعويض عن هذه القيمة في المقام هنا الطالب يقول لك أنا الآن سالب 2 واحد من عشرة بعد التربيع صعب أن أنا أحصل على الجواب مش عارف إيش ومحتاج آلة الموضوع لا مش مستاهل 2/1/10 بغض النظر عن الإشارة 2/1/10 أكبر من الرقم 2 ومربع الـ2 يعطيك 4 يبقى 2/1/10 كان سالبًا أو موجبًا مربعه سيكون أكبر من 4 وبالتالي إذا حطينا بدل السين سالب 2/1/10 وقمنا بتربيعه سيكون الناتج أكبر من 4 وبالتالي سيكون المقام موجبًا إذًا س ستقترب من موجب ما لا نهاية لاحظتوا؟ انت فقط تختبر اشاره الجواب اذا كلما اقتربت قيم س ناحيه العدد سالب 2 من اليسار المنحنى سيتجه الى اعلى شوف هذا مع هذا التفسير الهندسي لهذه الخطوه الجبريه هي خطوه مهمه جدا الان نهايه الداله طبعا الموضوع هنا اصلا نهايات يعني تفصيل اكثر الموضوع نهايات كانك تحل مساله نهايات طبعا هذه الداله ليس لها نهايه النهاية حقها غير معرفة أو غير محددة بسبب أنه إذا قمت بالتعويض عن س بسالب اثنين في المقام سيكون الجواب صفر وبالتالي أي كمية قسم الصفر كمية غير معرفة لكن هذا هندسيا هندسيا تفسيره أنه طالما الدالة ليست لها نهاية عندما س تقترب ناحية سالب اثنين من اليسار فهذا معناه أنه يوجد للدالة مستقيم تقارب رأسي اللي هو بيكون فيما بعد س يساوي سالب اثنين الآن لنأخذ النهاية من اليمين نهاية الدالة عندما س تقترب ناحية العدد سالب اثنين من اليمين من اليمين يمين العدد سالب اثنين سيكون سالب واحد وتسعة من عشرة أي قبل سالب اثنين ايضا بنفس الطريقة إذا قمنا بأخذ العدد أو الرقم سالب واحد تسعة من عشرة وعدنا إلى الدالة سيكون البسط موجبا كما قلت آنفا بسبب أن السين مربع وبالتالي سين تربيع إذا عوضنا بدله بدلا منه بهذه القيمة سيكون موجبا إذا قمنا بالتعويض عن سين الآن في المقام الرقم واحد وتسعة من عشرة أصغر من الرقم اثنين ومربع الاثنين يعطي أربعة يبقى مربع واحد تسعة من عشرة سيكون أقل من أربعة ولذلك سيكون الناتج سالبا وبالتالي موجب على سالب سالب وهذا يعني أن المنحنى سيتجه إلى سالب ما لا نهاية لاحظ معي كلما اقتربت قيم س ناحية سالب اثنين من اليسار سيتجه المنحنى إلى أعلى من اليمين سيتجه المنحنى إلى الأسفل الآن سنقوم باختبار أو س خلونا نحكم على الموضوع إذا س يساوي سالب اثنين مستقيم تقارب راسي الان ساقوم بدراسه نهايه الداله عندما س تقترب ناحيه الرقم اثنين ايضا من اليسار من اليمين اللي هي القيمه الاخرى لاصفار المقام الان بالنسبه للعدد موجب اثنين هناك مستقيم سيقطع مستقيم رأسي سيقطع المحور السيني عند الرقم سالب اثنين الآن من اليسار ستأخذ عدد أقل منه يعني البعض قد يقول لماذا لا نختار عدد صحيحة يعني العدد الصحيح ماشي الحال ولكن يستحسن أن تكون القيمة جزء من عشرة لأن يكون الجواب أكثر دقة وزي ما قلت لك الموضوع محتاج عملية مهارات محتاج مهارات عملية تقنية يعني ليس بالضرورة أنك تقوم بعملية التعويض وتحسب الجواب بالتفصيل الآن يمين العدد 2 1 9 من عشرة. فإذا قمنا بالتعويض عن س ب 1 9 من عشرة سيحصل نفس ما حصل هنا في الحالة رقم 2 البص سيكون موجبا لا خلاف عليه 1 9 من عشرة تربيع سيكون أقل من 4 وبالتالي سيكون المقام سالبا وبالتالي موجب على سالب سالب إذا المنحنى سيتجه إلى سالب ما لا نهايه الآن نهاية الدالة عندما س تقترب ناحية الرقم اثنين من اليمين يمين العدد اثنين اثنين واحد من عشرة اثنين واحد من عشرة إذا قمنا بوضعه بدلا من س سيكون الناتج أكبر من أربعة وبالتالي هذا يعني أن س ستقترب أو صاد الدالة ستقترب من موجب ما نهاية وهذا يعني أن المنحنى يسار الاثنين سيتجه إلى الأسفل يمين الاثنين سيتجه المنحنى إلى الأعلى. اذا س يساوي اثنين مستقيم تقارب راسي اخر للداله وكما قلت سابقا هذه القيم سنحصل عليها من اصفار المقام في حاله الدوال الكسريه طبعا مستقيمات التقارب لا توجد الا في الدوال الكسريه لكن الدوال الحدوديه ليست لها مستقيمات تقارب بهذا الشكل نقول قد انتهينا من موضوع مستقيم التقارب الراسي الان ساقوم بدراسه نهايه الداله عندما س تقترب من موجب او سالب ما نهايه وهذه سهله كما قلت فاذا كانت الداله كسريه وفيها درجه س في البسط تساوي درجه س في المقام فنهايتها عندما سين تقترب من موجب أو سالب من النهاية سيكون مقدار ثابت حقيقي هذا المقدار هو خارج قسمة معامل سين في البسط على معامل سين في المقام إذا نهاية الدالة ستكون اثنين وهذا يعني أن الدالة يوجد لها مستقيم تقارب أفقي وكما قلت سابقا في بداية الدرس أنه لا يمكن أن يلتقي مستقيم التقارب الأفقي والمائل مع بعضهم البعض في دالة كسرية واحدة إما سيكون للدالة الكسرية مستقيم تقارب أفقي يا يعني معادلة صاد يساوي مقدار ثابت وهذا المقدار الثابت هو خارق قسمة معامل سين في البسط على معامل سين في المقام هذا إذا كانت درجة سين في البسط تساوي درجة سين في المقام أفقي وإذا كانت درجة سين في البسط أصغر من المقام أيضا أفقي ولكن معادلته ستكون صاد تساوي صفر لكن إذا كانت درجة س في البسط أكبر من المقام يعني ثلاثة اثنين اثنين واحد هنا سيكون يوجد للدالة مستقيم تقارب مائل وبالتالي المائل والأفقي لا يلتقيان في دالة كسرية واحدة إذا هنا ص تساوي اثنين مستقيم تقارب افقي للدالة، وبهذا نكون قد انتهينا من الخطوة الأولى، الفرق بين الخطوة الأولى في الدوال الكسرية وفي الدوال الحدودية كما قلنا في الحلقة الماضية، إذا كانت الدالة حدودية فيوجد لها فروع لا نهائية، هذه الخطوة أيضا تشمل خطوة الفروع اللانهائية، ولكن تدخل معها موضوع مستقيمات التقارب. الآن سنقوم بالخطوات ال... التي تليها. وكما قلنا الخطوة الأولى بعد خطوة مجموعة التعريف ودراسة مستقيمات التقارب هي المشتقة الأولى. إذا الخطوة رقم اثنين سنقوم بإيجاد المشتقة الأولى للدالة. وهذه دالة كسرية. والقاعدة تقول إذا كانت الدالة كسرية نشتق البسط نضربه بالمقام ثم ناقص مشتق المقام نضربه بالبسط على مربع المقام إذا مشتقة البسط أربعة س مضروبا في المقام اللي هو س تربيع ناقص أربعة ناقص مشتقة المقام اثنين س مضروبا في البسط اثنين س تربيع زائد ثلاثة على مربع المقام الآن بعد هذه الخطوة نقوم بتبسيط البسط، بالنسبة للمقام نضع المقام كما هو، لكن سنقوم بفتح الأقواس في البسط وتبسيط البسط، فلاحظ معي يوجد اثنين س عامل مشترك في البسط، فإذا سحبنا اثنين س عامل مشترك في البسط، هنا سيتبقى 3 نضرب اثنين في القوس إذا اثنين س تربيع ناقص ثمانية مرة أخرى اثنين س عامل مشترك. إذا قمنا بقسمة هذا المقدار على العامل المشترك اللي هو 2 س سيبقى 2 2 مضروبة في القوس يبقى 2 في س تربيع 2 في سالب 4 سالب 8 هنا استخرجنا استخرجنا 2 س عامل مشترك ستبقى إشارة السالب مضروبة في القوس يبقى سالب 2 س تربيع ناقص 3 وبالتالي على مربع المقام هنا الآن داخل القوس سيختفي 2 س تربيع باعتبار أنه موجب سالب سيتبقى لدينا سالب 8 وسالب 3 نجمعهم سالب 11 سالب 11 مضروبة في مخارج القوس فسيكون سالب 22 س سين على س تربيع ناقص 4 وبهذا نكون وجدنا المشتقة الأولى مرة أخرى نشتق البسط مشتقة البسط 4 س نضربه في المقام ثم ناقص نشتق المقام 2 س مضروبا في البسط على مربع المقام بعدين تقوم بعملية تبسيط البسط قلنا المقام نضعه كما هو نبسط فوق في البسط بدلا من ضرب الأقواس استخرجنا 2 س عامل مشترك سيتبقى هنا اثنين 2 مضروب في القوس 2 س تربيع ناقص 8 هنا استخرجنا 2 س عامل مشترك ستبقى إشارة السالب يبقى سالب 2 س تربيع سالب 3 و 2 س تربيع يحمل إشارتين متعاكستين داخل قوس سيكون المجموع يساوي صفر سالب 8 وسالب 3 سالب 11 مضروبا في 2 س سالب 22 س. الآن بوضع المشتقة الأولى تساوي صفر لإيجاد النقاط الحرجة كما قلنا. هذا من ضمن الخطوة رقم 2 إذن المشتقة الأولى التي هي سالب اثنين وعشرين س على س تربيع ناقص أربعة الكل تربيع تساوي صفر، وبالتالي مباشرة نأخذ البسط ونساويه بالصفر لأن أي دالة كسرية لن تساوي صفر إلا إذا كان بسطها يساوي صفر، المقام ليست له علاقة بالموضوع، وبقسمة الطرفين على سالب اثنين وعشرين ستكون قيمة س تساوي صفر. إذا هذه تسمى نقطة حرجة. نقطة حرجة وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم حتى ألتقي بكم في حلقة أخرى جديدة لكم مني كل التحية.